من رام الله ينضم إلينا المتحدث باسم حركة فتح الدكتور عبد الفتاح دولة. أهلا بك معنا على شاشات الحدث. ماكرون كان قد قال بأن الضفة الغربية تغلي مع استمرار إسرائيل والمستوطنين في تهديد الفلسطينيين. الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد هدد بمعاقبة المستوطنين وقال بأنه يدرس فرض عقوبات على المستوطنين لما يمارسونه من انتهاكات في الضفة الغربية. كيف يمكن للسلطة الفلسطينية أن تبني على تلك المواقف، خاصة موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وتضع الولايات المتحدة الأمريكية أمام مسؤولياتها بتنفيذ ما تعهدت به من معاقبة المستوطنين؟ لك التحية سيدتي. يعني في اعتقادي أن الأمر ليس سهلا. يعني نعم، الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالمستوطنين تحدثوا وقالوا أننا سنعاقب، لكن كيف لمن يدعم عدوانا يقوم بإبادة جماعية بحق شعبنا في قطاع غزة أن يوقف هذه الهجمات دون خطوات عملية فعلية تمنع حدوثها؟ المستوطنين يقومون بعديد الاعتداءات والمجازر. قبل قليل توقفتم على جزء يسير منها. هذه فكرة ابن كفير بكل أحوال، وأيضا تحدثتم في ذلك. هو من تقدم قبل العدوان على قطاع غزة بفكرة الجيش الوطني، وكان يقصد بالجيش الوطني تسليح المستوطنين. مع بدء العدوان على قطاع غزة نجح ما كان يصبو إليه، وتم تسليح عشرات آلاف المستوطنين في الضفة الفلسطينية، ولم يسلحوا بالسلاح فقط، إنما تسلحوا بقرار لممارسة الإعدام الميداني، ولهم إسباقيات في قضايا الحرق. هم حرقوا عائلة دوابشة، هم حرقوا جزء كبير من قرية حوارة، هم حرقوا الطفل أبو خضير. وبالتالي نعم، هذه الممارسات الإجرامية الإرهابية تستحق وتستدعي موقفا أمريكيا ودوليا حازما. لكن ما الذي يمكن أن تقوم به أمريكا مرة أخرى، وهي من تدعم، وجزء من هذا العالم من يدعم العدوان في صحيح قطاع رغم غزة. الدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، لكنها على الأقل كان لديها هذه التصريحات. السؤال، هل يمكن للسلطة الفلسطينية أن تضغط حتى تحقيق الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ ما تعهدت أو ما صرحت به، وأيضا تضغط على الحكومة الإسرائيلية للجم ميليشياتها كما سمتها الخارجية الفلسطينية ميليشيات المستوطنين؟ حكومة الاحتلال عزيزتي لا يمكن الحديث معها، لأنها صرحت في أكثر من مقام، وتحت يعني وكان آخرها أمس وأول أمس عندما يعني جاهروا بأننا نواجه حماس ولا وأيضا نحكم الخناق على السلطة الفلسطينية باعتبارها أيضا هي داعمة للإرهاب ورفضت إدانة ما قامت به المقاومة في غزة. بالتالي هي تستهدف الكل الفلسطيني وعلى رأسهم السلطة الوطنية وحركة فتح، على اعتبار أنها حامية للمشروع وتناضل من أجل إقامة الدولة، وهو ما يريد هذا الاحتلال. بالتالي من الصعب أن يتم الحديث مع الاحتلال في هكذا موضوع، وهو من يحمي المستوطنين. قال أحد المواطنين الفلسطينيين أن الاعتداءات تتم بوجود الجيش، لكن على الصعيد الأمريكي لكن نحن ممكن كلنا الحديث والضغط على المجتمع الدولي، يعني حينما تروج إسرائيل أنها تقتل في الضفة في قطاع غزة لأن حماس هناك، كيف تروج إذن لضربها وقتلها واعتقالاتها واقتحاماتها في الضفة الغربية التي لا يوجد فيها حماس؟ وهو ما يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف مليا إزاءه، وأن يتبين نوايا هذا العالم. هل هو بحق يقف إلى جانب أي الحق الفلسطيني، أو أن ذلك مجرد استهلاك إعلامي لتخفيف الضغط الذي يعد ضغط الشعب في دولهم؟ لذلك المجتمع الدولي اليوم أمام تحدي كبير، وعليه أن يقف وقفة جدية إزاء هذه الجرائم التي تحدث في الضفة، إن كانوا هم جديين وإن كانوا لا يريدون أن تمتد أو أن تنفجر الأوضاع أكثر مما هي منفجرة أيضا في الضفة. وبالتالي عليهم أن يقوموا بواجبهم تجاه ذلك. وأمام هذا العجز وهذا الصمت وهذا الكلام الإعلامي وفقط، ليس أمامنا إلا فلسطينيا أن نفكر في خياراتنا وفي أدواتنا. وبالتالي نحن نكثف عملية تشكيل لجان للحراسات ونبحث كل السبل التي يمكن من خلالها أن نحمي أنفسنا ونحمي شعبنا ونواجه هذه الهجمات وهذه الاعتداءات بما لدينا من إمكانيات متواضعة، وهي متواضعة أمام آلة القتل والإجرام. لكن ما الذي يمكن أن نفعله سوى أن نقوم بما يمكن القيام به تجاه حماية أبناء شعبنا في وجه هذه الهجمات؟ العالم اليوم واضح
لأنه لا يقوم بدوره، وأن كل ما نسمعه هو مجرد كلام إعلامي لا يرتقي إلى مستوى الضغط الحقيقي لا على أمريكا ولا على الاحتلال ولا حتى على قطعان المستوطنين المجرمين المنتشرين في مدن وقرى الضفة الفلسطينية، يستهدفون الكل بالقتل والحرق والاعتداء. دكتور عبد الفتاح، أمام حجم الدمار الذي قامت به إسرائيل في قطاع غزة، أمام كل هذه الأعداد، الآلاف من الذين قتلوا من الأطفال والنساء المدنيين بشكل عام، هل ترون أن هناك أي تغير في المواقف الدولية يمكن أيضا أن يستثمر ويبنى عليه؟ يعني التغير، يعني استمعنا حتى خاصة من أن أمريكا، حجم الدمار لا يتناسب مع ما حققته إسرائيل. بكل تأكيد هي لم تحقق سوى قتل المدنيين الأطفال والنساء وتدمير قطاع غزة، ولم تحقق أي من أهدافها. استمعنا إلى تغيير في المواقف الدولية، حتى أمريكا التي تدعم العدوان هي تتحدث اليوم بضرورة الذهاب إلى مسار سياسي، وأن الحل هو عبر الحديث والمسار السياسي الذي يفضي إلى دولة فلسطينية، لكن هذا مجرد كلام، لذلك لربما لا يمكن أن نعول عليه في ظل استمرار القتل والعدوان. وصار أكثر وضوحا هذا العدوان أنه ماض في تنفيذ مشروع كبير، هذا المشروع التوسعي الكولونيالي الذي يقضي إلى تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضم الضفة الفلسطينية. وبالتالي العقلية الإسرائيلية التي تحكم اليوم هي عقلية توراتية ماضية في مخطط استعماري كبير يفضي إلى توسيع وجودها في المنطقة، يعني حدود أطماعها ما أبعد من حدود فلسطين. وبالتالي المشروع كبير ويحتاج لموقف كبير، وبكل أسف المواقف حتى اللحظة بكلها دون استثناء هي لا ترتقي إلى أي فعل عملي حقيقي، كلها مواقف نظرية نستمعها إلى الإعلام، وربما كما قلت هي للاستهلاك الداخلي بسبب الضغط الشعبي الذي صارت تعاني منه هذه الدول. ولذلك على الكل أن يدرك أن هناك خطرا كبيرا يستهدف المنطقة إن استمر هذا الموقف الخجول بهذه الطريقة. شكرا جزيلا لك، المتحدث باسم حركة فتح الدكتور عبد الفتاح دولة، كنت معنا من رام الله. شكرا جزيلا.